طيب خلينا نبدا كده نحل الاسئله بتاعت ليسون 1. احنا كنا حلينا جزء منهم في السيشن، بس انا هحلهم لك دلوقتي كلهم تاني عشان لو كان في اي جزئيه واقعه منك تقدر ان انت تلمها. طيب question number 1 بيقول لي in the opposite figure the pendulum makes a complete oscillation when. امتى اقول على البندولم ده ان هو عمل 1 complete oscillation؟ بيقول لي when it moves from x to z 2 times. لو اتحرك من x ل z مرتين هيبقى عمل 1 complete oscillation ولا لا؟ تعال نشوف. لو انا اتحركت من x ل z، خلي بالك من x ل y دي اسمها 1 amplitude، من x ل y اسمها 1 amplitude، من y ل z دي كمان 1 amplitude، يبقى من x ل z اول مره دي كده فيها كام amplitude؟ 2 amplitudes. طيب بعد كده رجعت من z ل y، بعد كده رحت من y ل x، كده في المره دي انا اتحركت، خلي بالك، من x ل z مره واحده مش مرتين، عشان انت دماغك هتقول لك ايه؟ الشيطان هيسول، يعني هيقول لك ايه؟ انت رحت من x ل z مرة، رجعت من زد ل اكس كده مرتين. لا يا حبيبي، هو بيقول لك من اكس لزد مرتين، يعني انت دلوقتي رحت من اكس لزد مرة، رجعت من زد ل اكس، تقوم رايح لسه من اكس لزد كمان مرة عشان تبقى رحت من اكس لزد مرتين. طب دولت كده فيهم كومبليت اوسيليشن ولا اكتر؟ تعال نشوف فيهم كام امبليتيودز. لو فيهم 4 يبقى ده كومبليت اوسيليشن، اكتر من 4 يبقى ده مش كومبليت اوسيليشن، او اقل من 4 برضه مش كومبليت اوسيليشن. طيب من x ل y كده 1 امبليتيود، من y ل z 2 امبليتيود، من z ل y 3 امبليتيود، من y ل x 4 امبليتيود، كده اوسيليشن. بس انا رحت بعد كده من x ل y وبعد كده من y ل z، فدولت يعتبروا 6 امبليتيودز، يعني دولت تقريبا اوسيليشن ونص، لان ال 1 امبليتيود بربع اوسيليشن، ال 2 بنص، ال 3 امبليتيود ب 3 اوفر 4 اوسيليشن، ال 4 امبليتيود ب 1 اوسيليشن. طيب فهل دي تنفع؟ لا يا مستر ما تنفعش، يبقى اذا ده كله كده ما ينفعش، اول واحده لا تصلح للاجابه. تاني واحده بيقول لي when it moves from x to y 4 times، لو اتحركت من x ل y 4 مرات. بص بقى عندك واحد يقول لك ايه، بص يا مستر اتحرك من x ل y 4 مرات، ادي مره، ادي 2، ادي 3، ادي 4. لو انت عملتها كده حاول ادبي، مفيش، خلاص مفيش فايده، مش تنفع انت كده، الموضوع صعب. ليه؟ هو ازاي هيتحرك من x ل y ويقف بقى هقف وارجع من y ل x؟ لا يا حبيبي، ده هيتحرك من x ل y، بعد كده يروح من y ل z، بعد كده يرجع من z ل y، بعد كده يروح من y ل x، وتفضل ماشي هكذا. تحركوا بقى من x ل y 4 مرات، من x ل y، يعني الراجعه اللي هي من y ل x دي ما بتحسبش، انا بقول من x ل y، يعني بص عشان تفهم برضو هتبقى عامله ازاي. بص يا سيدي، اولا عشان نروح من x ل y 4 مرات، من x ل y كده مره، اجباري هروح من y ل z، ارجع من z ل y، اروح من y ل x، كل ده انا رحت من x ل y كم مره؟ هي مره واحده. طيب بعد كده اروح من x ل y كده رحت لها كم مره؟ مرتين، اروح من y ل z، من z ل y، من y ل x، لحد دلوقتي انا رحت من x ل y كم مره يا مستر؟ مرتين. طب نروح الثالثه، من x ل y، بعد كده من y ل z، بعد كده من z ل y، بعد كده من y ل x، لحد دلوقتي انا رحت من x ل y 3 مرات. طب تعالى نروح الرابعه، ادي الرابعه من x ل y، ستوب بقى، انت عايز الاربع مرات وكفايه. دول complete oscillation ولا اكتر؟ لو انت قلت complete oscillation برضه حاول ادبي. ليه؟ ال complete oscillation فيها 4 amplitude بس. طب دول كام amplitude؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، ده لحد كده عندنا 2 complete oscillation، 8 amplitudes، ال 4 amplitude ب 1 oscillation، يبقى ال 8 amplitude ب 2 oscillation. طب يعني لحد كده، لحد الحته دي كده عندنا كام؟ 2 oscillations. طيب بعد كده 1 amplitude 2 3 4، يعني لحد كده في 3 oscillations وفي 1 amplitude، يعني دولت اصلا 3 complete oscillation و ربع. طيب يبقى دي برضه ما تنفعش، انا بدور على 1 oscillation بس. شوف اللي جايه بقى يا اخي، لو انت كنت بس ايه قريت بس الاختيارات قبل ما تبدا تحل كنت وفرت عليا وعليك كتير قوي. بيقول لك when it passes through point x two successive times in the same direction، يعدي بنقطه معينه مرتين ورا بعض in the same direction. ما هو ده اصلا
الديفينيشن بتاع الكومبليت اوسيليشن ان يعدي بنفس النقطه مرتين ورا بعض وفي نفس الاتجاه. طيب ليه كده؟ اول حاجه question number 2 بيقول لي in the opposite figure a body moves in an oscillatory motion so the distance which is moved by the body during a complete oscillation equal. ايه الديستانس اللي هو لو مشيها اقول ان هو عمل complete oscillation؟ يبقى انا هدور على distance يكون فيها 4 amplitudes. طيب بيقول لي double the distance AB من A ل B لو عملنا لها doubled يعني لكنها رايح جاي كده دي فيها 2 amplitudes يعني دي half oscillation فما تنفعش. طيب double the distance B C يعني نمسح بس الاولى دي عشان ما تضربتناش. double the distance BC يعني اروح من البي للسي وارجع من السي للبي دي فيها كام امبليتيود؟ من البي للاي انا الاول هعدي على الاي يبقى 1 امبليتيود، من الاي للسي كده 2 امبليتيودز، من السي للاي كده 3 امبليتيودز، من الاي للبي كده 4 امبليتيودز. يبقى double the distance دي فعلا يا مستر تعتبر 1 complete oscillation. طيب ندخل على question number 3 بيقول لحضرتك the opposite figure shows a motion of a vibrating string which has a periodic time t so the time taken by the string to reach the maximum displacement. اسألك سؤال ايه هو time to reach the maximum displacement ده؟ ده time to make one amplitude لان اصلا الوقت اللي هاخده عشان اوصل للماكسيمم ديسبيسمنت هو الماكسيمم ديسبيسمنت ده ايه؟ ده امبليتيود واحد. فالتايم اللي هاخده عشان اوصل للماكسيمم ديسبيسمنت يعني هو عايز التايم تو ميك 1 امبليتيود. وصلت؟ طيب هو عايزك تختار اجابه من دول يا اما تي اوفر 4 يا اما تي اوفر 3 يا اما تي اوفر 2 يا اما تي. التايم بتاع الامبليتيود الواحد هو تي اوفر 4 يعني ربع تي. عارف ليه؟ لان احنا قلنا البريودك تايم ده التايم تو ميك 1 كومبليت اوسيليشن يعني التايم تو ميك 4 امبليتيود. طب التايم بتاع الامبليتيود الواحد بقى يبقى قد ايه؟ البريودك تايم الواحد فيه 4 يبقى الامبليتيود الواحد بيتعمل في ربع البريودك تايم كوارتر من البريودك تايم. تمام كده؟ طيب ندخل على كويستشن نمبر 4 بيقول لي ذا اوبوزيت فيجر شو اسمبل بندولم if its pop has moved from position x to position y then to position z. طب تعال نشوفها. هو بيقول لك اتحرك من x ل y بعد كده من y ل x بعد كده من x ل z. بيقول لحضرتك the magnitude of the displacement of the pendulum pop equals. بص يا سيدي هو عايز الماجنيتيود بتاع الديسبيسمنت يعني عايز ديسبيسمنت كفاليو. انا لما رحت من x ل y ورجعت من y ل x لحد الحته دي كده الديسبيسمنت دلوقتي بزيرو لان انا رجعت مره ثانيه للستارتنج بوينت. طب بعد كده اتحركت من اكس لزد اتحركت من اكس لزد يبقى الديسبيسمنت الحته دي. طب الحته دي احنا بنسميها ايه؟ 1 امبليتيود. يبقى اللي هو بيسالك عليها ديت الاجابه بتاعتها هتبقى ايه او 1 امبليتيود. طيب لو كان السؤال هنا بيسالك بيقول لك انا عملت كام امبليتيود كنت هتقول له 3 امبليتيود. لو هو بيسال عن امبليتيود كنت اخترت 3 ايه بس هو بيسال على الديسبيسمنت فالديسبيسمنت اقصر مسافه من البدايه للنهايه. رحت من اكس لواي رجعت من واي لاكس كده الديسبيسمنت بزيرو. رحت من اكس لزد يبقى من البدايه للنهايه هي الحته دي. طب الحته دي اسمها ايه؟ اسمها 1 امبليتيود. تمام؟ تمام. طيب كويستشن نمبر 5 بيقول لحضرتك ذا ريشيو بتوين ذا تايم اوف ان امبليتيود. خلي بالك التايم بتاع الامبليتيود ده كوارتر من البريودك تايم ما تنساهاش. الامبليتيود الواحد ياخد تايم كوارتر من البريودك تايم. طب ال2 امبليتيود هاف البريودك تايم. طب ال3 امبليتيود 3 اوفر 4 من البريودك تايم. طب ال4 امبليتيود بريودك تايم كامل. طيب يبقى هو بيقول لك عايز ريشيو. ريشيو على طول تروح عامل فراكشن بين التايم بتاع ال1 امبليتيود اللي هو 1 اوفر 4 من البريودك تايم والتايم بتاع الكومبليت اوسيليشن. هو التايم بتاع الكومبليت اوسيليشن ده اسمه ايه يا جماعه؟ بيريودك تايم. يبقى البيريودك تايم ده التايم تو ميك 1 كومبليت اوسيليشن او التايم تو ميك 4 امبليتيود. هو عايز ريشيو بين التايم بتاع ال1 امبليتيود للتايم بتاع الكومبليت اوسيليشن اللي هو تي. هتحط تحت تي هتلاقي التي كنسلت مع التي يتفضل لك 1 اوفر 4 اللي هي هتبقى دي.
طيب بعد كده بيقول لك if a vibrating object takes 0.1 second to complete one oscillation the number of خلي بالك طيب عندنا vibrating object takes 0.1 second to complete one oscillation ده total time ولا periodic time؟ ها فكر. طب فكرت ما عرفتش ده periodic time. طب ليه ده periodic time؟ ايه اللي عرفني؟ لان هو بيقول لي ان هو اخذ الوقت ده عشان يعمل one oscillation والتايم بتاع الوان اوسيليشن اسمه periodic time. طيب بيقول لي عايز النمبر اوف كومبليت اوسيليشن يعني هو عايز الان that's made by the object during 100 second يبقى ده total time. طيب احنا عندنا الرول اهو البريودك تايم equal t over n احنا عايزين مين؟ عايزين ال n يبقى t small over t capital تبقى ال n equal total time over البريودك تايم total time هنا 100 والبريودك تايم 0.1 هيطلع معاك 1000. طيب بعد كده بيقول لك لو if a vibrating object makes 90 oscillation يبقى ده الان in 1 minute. ال 1 minute احنا كده كده ما بنشتغلش بالمينت فهي تعتبر 60 second. بس في حاجه ده total time ولا periodic time؟ total time ولا periodic time يا مستر؟ طب ده لو time بتاع 1 oscillation بس يبقى periodic time. لو عدد كبير من ال oscillation يبقى ده total time. طب هو بيقول لك if a vibrating object makes 90 oscillation في الوقت دوت عمل فيه oscillation واحدة ولا عدد كبير؟ عدد كبير يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه total time اللي هو t small. بيقول لك then it's a frequency عايز الفريكونسي الرول بتاع الفريكونسي n over t ال n في كام؟ ال n يا مستر عملنا 90 oscillation طيب والtotal time بكام؟ 60 second. طيب احسبها بالكالكوليتر هتطلع لك 1.5 هرتز. هنا ده سؤال محترم جدا بيقول لي the ratio between the periodic time and the frequency of a vibrating body equal 1 over 625 second power 2 ratio بين ال periodic time للفريكونسي بالرقم ده. So the number of oscillation هو عايز ال n خلي بالك made by the body during 25 second عايز number of oscillation لتايم معين يبقى اكيد التايم ده total time هو عايز ال n اللي total time بتاعتها ب 25 second. اجيبها ازاي؟ تعال نروح للقانون بتاع الفريكونسي equal n over t. عشان تجيب ال n محتاج حاجتين محتاج frequency ومحتاج total time. معاك total time اهو طب هل معاك فريكونسي؟ لا. امال ده ايه يا مستر؟ ده ريشيو بين البريودك تايم والفريكونسي ده مش فريكونسي. طيب تعال نروح للقانون بتاع التوتال تايم اسف البريودك تايم لان هو كمان في ان يمكن نعرف نجيبها منه تي سمول اوفر الان. عشان اجيب الان من هنا محتاج التوتال تايم ومحتاج البريودك تايم. معاك توتال تايم؟ معاك بريودك تايم؟ لا. احله ازاي؟ لازم تستخدم الجيفن اللي هو اداهولك اللي هو بيقول لك ريشيو بين البريودك تايم والفريكونسي بكذا. فبص بقى هنحلها ازاي. بيقول لك ذا ريشيو بتوين البريودك تايم يعني انت هتعمل البريودك تايم فوق والفريكونسي تحط الفريكونسي تحت ب 1 over 625. تمام. بعد كده انت لحد هنا ما وصلتش لحاجه من الحل بس في فكره لو جات لك يبقى انت وصلت للحل. مش القانون ده فيه ان والقانون ده فيه ان؟ طب ما تيجي نشيل البريودك تايم ونحط الرول بتاعها ونشيل الفريكونسي ونحط الرول بتاعها ونشوف هنوصل لايه. طيب تعال نشيل البريودك تايم ونحط تي سمول اوفر الان ديفايدد دي انا هعملها ديفايدد كده ماشي ديفايدد الفريكونسي اللي هو ان اوفر تي المفروض الكلام ده ايكوال 1 over 625. طيب عندنا لما كنا نوصل للشكل ده واحنا بنحل في البروبلمز كنت بقول لك ايه؟ اقلب الديفايدد تايمز وشقلب اللي بعدها. بمعنى تاني اقلب العاله دوت فيه وشقلب اللي بعديه.
طيب فتعالى نقلب العلب فيه ونشقلب اللي بعديه، هكتبها هنا. بص يا سيدي، هيبقى تي اوفر الان، هخلي ده تايمز، اشقلب ده يبقى فيه فوق تي وتحت ان، الكلام ده ايكوال 1 اوفر 625. تي تايمز تي بتي باور 2، ان تايمز ان برضو بان باور 2، الكلام ده ايكوال 1 اوفر 625. اخر حاجه معاك التي ب 25، تعرف تجيب مين؟ الان. فهتقول 25 اللي هو كان التوتال تايم معانا باور 2 اوفر ان باور 2 ايكوال 1 اوفر 625. تعرف تجيب الان من هنا؟ اه، لان هتبقى ده تايمز ده اوفر ده كروس مالتيبليكيشن. بس اللي انت هتجيبه ده اسمه ان باور 2، عايز الان بس. بعد ما تعمل ده تايمز ده اوفر ده تاخد الروت بتاعها. طيب هيطلع لك في الاخر الان، تقدر بقى ترجع الفيديو وتشوف حلها مره تاني مرتين تاني اللي يعجبك يعني، مش فارق معايا، المهم ان انت تثبت الفكره بتاعتها. كويستشن نمبر 9 بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر، لو البندولم تيكس 1 سكند تو موف بتوين اكس اند واي. طيب لو خد ثانيه واحده عشان يتحرك من اكس لواي، هي من اكس لواي دي فيها كام امبليتيود؟ فيها 2 امبليتيود يا مستر، خلي بالك. يبقى هو اخد ثانيه واحده 1 سكند عشان يتحرك من اكس لواي، او من الاخر اخد 1 سكند عشان يعمل 2 امبليتيودز. تمام. بيقول لك عايز الفريكوانسي. بص دي سهله جدا، الفريكوانسي ان اوفر تي. الان هنا بكام؟ انت عملت كام امبليتيود من اكس للواي؟ 2 امبليتيود. طب ال1 كومبليت اوسيليشن فيها 4 امبليتيود، يبقى ال2 امبليتيود دول قد ايه بالنسبه للاوسيليشن؟ نصها. يبقى انا هاجي مكان الان هنا واحط 1 اوفر 2 هاف الاوسيليشن ديفايدد. التايم هو اخذ الحته دي في تايم قد ايه؟ 1 سكند، فاوفر 1 هاف اوفر 1 يطلع لك في الاخر ايه؟ هاف هرتز. تمام؟ طيب كنت ممكن تحلها بطريقه تاني برضو عشان اقول لك عشان تبقى فاهم يعني. احنا من هنا لهنا عارفين ان ده هاف اوسيليشن، خدها في 1 سكند، نرجع من هنا لهنا كمان هاف اوسيليشن في 1 سكند، دي كده على بعضها اسمها 1 كومبليت اوسيليشن. عملها في قد ايه؟ في ثانيه وثانيه، يعني عملها في ثانيتين. فتقدر تحسب منها البريودك تايم. البريودك تايم التايم بتاع ال1 اوسيليشن ب2 سكند. طب عايز تجيب الفريكوانسي، ما هو الفريكوانسي 1 اوفر البريودك تايم، فهتقول له الفريكوانسي ايكوال البريودك تايم هنا ب2، يبقى الفريكوانسي هيبقى 1 اوفر ايه؟ اوفر 2 اللي هي ايه؟ اللي هي هو. طيب نمبر 10 بيقول لي سمبل بندولم تيكس 0.01 سكند تو ريتش ذا ماكسيمم ديسبيسمنت. اخذ الوقت ده عشان يوصل للماكسيمم ديسبيسمنت، يعني عشان يعمل 1 امبليتيود. خلي بالك ماكسيمم ديسبيسمنت يعني 1 امبليتيود، يبقى ده التايم تو ميك 1 امبليتيود. بيقول لي فروم ذا ايكوليبريم بوزيشن، عايز الفريكوانسي. طيب الفريكوانسي ان اوفر تي، الامبليتيود الواحد ده يعني قد ايه بالنسبه للاوسيليشن؟ ربعها. يبقى احط الان بكام هنا؟ بكوارتر 1 اوفر 4 ديفايد. التايم كان بكام؟ كان ب 0.01. اعمل 1 اوفر 4 اوفر 0.01 هيطلع معاك 25. ليها طريقه ثانيه؟ اه. التايم بتاع ال 1 امبليتيود ب 0.01، يبقى التايم بتاع ال 4 امبليتيود كام؟ اعمل الرقم ده تايمز 4 هيطلع 0.04. والتايم بتاع الفور امبليتيود، لو انت شفت فيديو السمري، التايم بتاع الفور امبليتيود ده اسمه بريودك تايم. يبقى البريودك تايم ب 0.04، يبقى الفريكوانسي بكام؟ 1 اوفر البريودك تايم اللي هي 1 اوفر 0.04. طيب ندخل على كويستشن نمبر 11. بيقول لي عندنا سيمبل بندولم ستارتد اسيمبل هرمونيك موشن from the farthest position away from its equilibrium position at t equals 0. اول مفتاح للسؤال ان هو بدا من اعلى نقطه، يعني لو ده البندولم ارسمها عشان تفهمها. هو ما بداش من الريست، هو بدا حركه من هنا من اعلى نقطه ماكسيمم هايت. طيب بيقول لي لو البريودك تايم بتاعه t كابيتال، مين في الجرافات ديت بيمثل الموشن بتاعته؟ اسالك سؤال، لو انت شفت برضو فيديو السمري اخر حاجه فيه كنا بنشرح الجزئيه دي، كنا بنقول ايه بقى؟
عند الماكسيمم هايت هنا البندولم بيبقى طالع، فالسرعه بتاعته عماله تقل 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 لحد ما توصل للزيرو، يغير الاتجاه بتاعه وينزل في عكس الاتجاه. صح كده؟ صح كده يا مستر. طيب فعند البوينت دي ال V equal A، ال V equal 0، فالكينيتيك انرجي equal A equal 0. يبقى انا عشان اختار، خلي بالك الجرافات دي كلها بين الكينيتيك انرجي والتايم، عشان اختار دلوقتي فانا محتاج رسمه، يبقى الرسمه بتاعتي بادئه فيها من الزيرو. طيب هل دي بادئه من الزيرو؟ لا، دي تعتبر بادئه من الماكسيموم. طب هل دي بادئه من الزيرو؟ لا، دي بادئه من فوق، يبقى اول اتنين دول ما ينفعوش. فاضل دي وفاضل دي، هما الاثنين بادئين من الزيرو. طيب اختار دي ولا دي؟ انا بالنسبه للكينيتيك انرجي فانا كده خلاص اخترت ان هي بادئه من الزيرو، كده الكينيتيك انرجي صح. فاضل لي التايم. هو في السؤال قال لك ان هو عمل الاوسيليشن ديت في بيريودك تايم اسمه ايه؟ اسمه تي. طيب ده عملها في تايم اسمه ايه؟ 2 تي، يبقى ده ما ينفعش. طب ده عملها في تايم ايه؟ تي واحده. يبقى هو ده الاجابه الصح. يبقى انا اخترت الاجابه دي عشان حاجتين، عشان كينيتيك انرجي بزيرو ان هو بدا من الفورس بوزيشن، وعشان البريودكت تايم بتاعه ايكوال تي. تمام؟ تمام. طيب اخر سؤال بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر، لو التايم تيكن باي ذا بندولم تو موف فروم ذا اكوريبيان بوزيشن تو اي اوفر 2 از تي 1. يعني ايه الكلام دوت؟ دي اسمها 1 امبليتيود. هو اخذ تايم اسمه تي 1 عشان يوصل ل A اوفر 2، يعني يوصل لنص المسافه. لا 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 ويجز يقول لك ايه؟ احلى احلى اغاني ويجز، يقول لك كلام كتير ملوش داعي، احفر حفره وادفن اوجاعي. انا عايزك بقى تعمل كده، ماشي؟ طيب هو اتحرك لحد نص المسافة A over 2 في تايم اسمه T1. السؤال ده كنا عاملينه في الحصة بالمناسبة، أنا فاكر على 50 جنيه. في تايم اسمه T1 and the time taken by the pendulum to move from A over 2 لل A is T2. يعني هو اتحرك الحتة الأولى ديت في تايم اسمه T1، وهيتحرك الحتة التانية دي في تايم اسمه T2. قوم يقول لك T1 equal T2. طبعا لو أنت طالب يعني ربنا مديك ال الذكاء اللي هو بالفطره، فهتروح تختار ان تي 1 ايكوال تي 2. ها مش دي نص المسافه يا مستر؟ اتحرك دي في تي 1 يبقى اتحرك الثانيه في تي 1. يا ريت الحياه كده يا سيدي، والله يا ريت الدنيا ورد زي ما انت فاكر كده، ده في سواد والله العظيم. طيب هو البندرم وهو طالع السرعه بتاعته، ما احنا طالعين لفوق فالسرعه بتقل، فانا كنت ماشي الحته الاولى دي يعتبر بسرعه كبيره فاخدتها في تايم اسمه تي 1. الحته الثانيه دي سرعتي فيها هتبقى اقل، فهاخدها في تايم ايه؟ اكبر. يبقى خلي بال حضرتك ان تي 2 هيبقى مور ذان التي 1 تاني. انا خدت الحته دي في تايم تي 1، انا كنت طالع لفوق فسرعتي بتقل، فالحته الثانيه اللي انا هاخدها في تايم اسمه تي 2 هتبقى سرعتي فيها قليله، يبقى هاخدها في وقت ايه؟ كبير. يبقى التي 2 مور ذان التي 1 اللي هي الاجابه سي. ممكن بقى تلاقي طالب خنزير يقول لك طب اختار دي ولا اختار مين فيهم معناها ان تي 2 اكبر من تي 1؟ بص يا سيدي، اللي فيها نقطتين بتبص ناحيه الكبير، اللي فيها نقطه واحده بتبص ناحيه الصغير، ماشي؟ ده مش هزار والله، ها وكده وبتاع، في ناس ما تعرفهاش. طيب هنا بيقول لي سيبك بس من ال، مش عارف دي لغيناها في الحصه ولا لا، هقولها لك وخلاص. بيقول لك ان ذا اوبزيت فيجر اللي هو اصلا مش موجود عندنا، flexible oscillating rod takes time 0.01 second to move from A to B. احسب ال periodic time وال frequency وال amplitude، دي كانت ملغيه في الحصه. طيب بيقول لي في wave generator produces 16 waves in 4 seconds. 16 waves ده number of wave، 4 second ده total time. ليه ما عملتوش periodic time يا مستر؟ عشان ده بتاع موجات كتير، waves كتير، oscillations كتير، فبالتالي ما ينفعش اقول عليه بريودك تايم. البريودك تايم ده بتاع اوسيليتنج واحده. طيب عايز الفريكونسي، الفريكونسي هيبقى ان اوفر تي، يعني هيبقى 16 اوفر 4 اللي هي 4 هرتز. عايز البريودك تايم طريقتين، 1 اوفر الفريكونسي يعني 1 اوفر 4 وكده خلصت، قلبت الفريكونسي. في طريقه ثانيه ان البريودك تايم هيبقى تي اوفر ان
التي 4 والان في 16 هيطلع برده 1 اوفر 4 تمام. طيب question number 3 بيقول لي in the opposite graph represents the relation between the displacement of a body which makes a simple harmonic motion simple harmonic oscillation and the time t. عايز الامبليتيود. الامبليتيود هو الماكسيمم displacement. فين اعلى حاجه هو وصل لها؟ اهي بكام؟ ب10. فبالتالي الماكسيمم displacement هتبقى ب10 والامبليتيود هيبقى ب10 سنتيمتر، لان خلي بالك هو هنا قايس بالسنتيمتر. طيب عايز البريودك تايم. في طريقتين لحساب البريودك تايم، هحل لك بالطريقتين. واحد البريودك تايم هو تي سمول اوفر الان. توتال تايم هنا بكام؟ توتال تايم ب ماشي، هنفرض ان هي واقفه عند 6. توتال تايم هنا ب 6 سكند والان، تعال نشوف دولت كام امبليتيود. 1 2 3 4 5 6 الاربعه ب 1 اوسيليشن. طب السته ب 1 اوسيليشن وايه؟ ونص، يعني 1.5. دي طريقه تعمل 6 ديفايدد 1.5 ويطلع ايه البريودك تايم. طيب الطريقه الثانيه اعد 4 امبليتيودز، 1 2 3 4، اشوف التايم بتاعهم. التايم بتاعهم بكام؟ ب 4. مش التايم بتاع الفور امبليتيودز ده اسمه بريودك تايم يا مستر؟ اه، يبقى على طول البريودك تايم هنا هيبقى ايكوال 4 سكند. سيب كده دي اوفر دي، شوف هتطلع بكام، عشان ممكن تبقى الرسمه مش مظبوطه. وانا هحسبها لك 6 اوفر 1.5 طلع مظبوط. طيب يبقى الطريقتين كل الطرق تؤدي الى روما بيطلعوا نفس الاجابه. ده اخر سؤال صح؟ اخر سؤال بيقول لي في سامبل بندولم ميكس 90 اوسيليشنز ان 1 مينيت. يبقى على طول كده عرفت انت النمبر اوف اوسيليشن ب 90 والتايم ب 60 سكند. وير ات كفر ا ديستانس ديورينج ايتش اوسيليشن. عايز الامبليتيود وعايز الفريكونسي وعايز البريودك تايم. هو المفروض هنا وير ات كفر ا ديستانس، هنا ناقص رقم ا ديستانس كذا ديورينج ايتش اوسيليشن. طب كنسل الامبليتيود عشان انت مش هتعرف تجيبه لما هو يديك الديستانس اللي هنا. طيب خلينا نشوف، يعني هو المفروض يقول لك ايه؟ يقول مثلا الكفر ا ديستانس 4 متر في كل اوسيليشن، يبقى الامبليتيود الواحد بكام؟ ما الديستانس بتاعت الاوسيليشن 4 متر، يبقى الامبليتيود الواحد اقسم الاوسيليشن لاربع اجزاء، هم كانوا 4 متر اقسمها على الاربعه، يبقى الامبليتيود الواحد مثلا ب 1 متر، بس هو مش مديهالك في السؤال فهي مش مشكله. مش هو مش مديهالك، هي مكتوبه غلط. الفريكونسي هنا هيبقى ان اوفر تي، الان هتبقى ب 90 والتي هتبقى ب 60، هيطلع 1.5 هرتز. اخر حاجه البريودك تايم، اخد الفريكونسي واقلبه، التي هتبقى 1 اوفر ال 1.5. بس كده، كده لو خلصنا كل الايه الهوم ورك اللي عندنا اللي كان في الملزمه، وهندخل دلوقتي على الكويستشن بانك.